لصة ذكية تقود رجلا ليأتي ويلاقي حتفه. حطموا كل أسنانه وكسروا كل العظام في وجهه. هرب المشتبه بهم، لكنهم يختبئون أمام أعين الناس. أسكن هنا على مرأى منهم. يتجنبون الشرطة بمساعدة شريكة مخادعة. لا، لم يسبق لي رؤيتها. وهي أم مريضة مستعدة للتضحية بكل شيء. إنها ابنتي الوحيدة وسأحبها من دون شروط. بدأت المطاردة ولن يستسلم المحققون. مهمتي هي الإمساك بثلاثتهم للمسؤول أمام العدالة. 22 أكتوبر للعام 2007. إنه أسبوع تجمع الدراجات السنوي في ديتونا بيتش في فلوريدا. يأتي الدراجون من جميع أنحاء البلاد ويجتمعون ويقيمون حفلا كبيرا في الشارع. تلقت شرطة ديتونا بيتش اتصالا بشأن هجوم عنيف في فندق محلي صغير قرب الشاطئ. تفضل. حضر المحقق جاكاري يونغ إلى مسرح الجريمة. إنه في الخدمة منذ 8 سنوات تقريبا، وقد صدم مما رآه. لا أستوعب الأمر، لا أدري ما الذي حدث. من الواضح أن مشاجرة عنيفة وقعت في الغرفة. كانت ثمة شظايا من الزجاج مغطاة بالدماء، لذا عرفنا أنه قد ضرب في لحظة ما بزجاجة شراب. الضحية هو جيمس إيرل ميسن البالغ من العمر 36 عاما. يحضر إيرل ووالدته ديبرا ويليامز ميسن تجمع الدراجات كل عام. كانت ديبرا أول من وجد ابنها المعتدى عليه بقسوة في الغرفة رقم 5. كان إيرل متغيبا، وآخر مكان كان فيه هو الغرفة رقم 5. يا إلهي، التفت إلى اليمين وإلى اليسار، وما بين السرير والنافذة رأيت قدميه تبرزان من تحت حافة الفراش. ساعدني يا إلهي. رفعت الفراش وأمسكت بولدي. اتصل بالنجدة. كان مدرجا بالدماء. حطموا كل أسنانه وكسروا كل العظام في وجهه. ضغط على يدي مرتين. عانى إيرل من كسور كبيرة في وجهه وجمجمته، وتم نقله إلى مستشفى محلي وهو بالكاد على قيد الحياة. كان السيد ميسن على قيد الحياة حينها، وقد حاولنا بذل قصارى جهدنا للحفاظ على مسرح الجريمة. علم يونغ أن الساعات 24 القادمة ستكون مهمة جدا في حل القضية. علمت أن الضحية في حالة حرجة جدا، وذلك استنادا إلى ما رأيناه في مسرح الجريمة. قام فريق الطب الشرعي بتفتيش الغرفة بحثا عن دليل. الشيء التالي الذي قمنا به هو اتصالنا بالإدارة لمعرفة ما إذا كان لديه بطاقة تسجيل. هل لديك أسماء من أقاموا في هذه الغرفة؟ كي يكون لدينا على الأقل نقطة بداية عمن يمكننا البحث عنه أو عمن يكون مسؤولا عن هذا الاعتداء. علم يونغ أن رجلين يدعيان جيسون بومان وويليام ماكمان وامرأة مجهولة كانوا يقيمون في الغرفة حيث عثر على إيرل. لم يكن لدينا حينها أي سبيل لتحديد هوية هذه المرأة. اعتبر الثلاثة مشتبها بهم، وكما خشي المحقق يونغ هربوا من ديتونا بيتش. سبقونا نظرا للزمن الذي استغرقناه للحصول على بطاقة التسجيل. علمت أننا سنلاقي صعوبة في تخفي أثرهم. في المقعد الأمامي من السيارة تركب خوانيتا ليبمان ذات 38 عاما. لديها تاريخ طويل من السلوك الإجرامي، وهي هاربة من القانون على مدى الأشهر السبعة الماضية بأكثر من 50 إدانة سابقة. كنت هاربة من فيرجينيا بسبب بعض التهم بالسرقة، ولو تم إمساكي بهذه التهم لواجهت عقوبة تصل ل15 عاما. تعاني ليبمان أيضا من الصرع، وهو مرض رافقها منذ سن المراهقة. لم تعاني خوانيتا من الصرع إلى أن بلغت 16 من العمر. انتابها الصرع في أحد الأيام، وقد عانت من نوباته الكثيرة في غالب الأحيان. لم يكن في نية ليبمان مواجهة التهم الموجهة ضدها. كنت أنتقل من بلدة إلى بلدة ومن ولاية إلى ولاية متجنبة السلطات أو أي شخص يعرفني. انتقلت إلى بريستول في ولاية تنسي مع صديقة لي، وهناك التقيت بجيسون بومان. كنا على معرفة ببعضنا لأسبوعين تقريبا عندما قررنا المغادرة إلى فلوريدا. أعجبت بجيسون فعلا. قررت ليبمان وبومان وأخوه ويليام ماكمان الذهاب في رحلة إلى ديتونا بيتش في فلوريدا لحضور تجمع الدراجات. أردت الهروب من فيرجينيا. أجل!
وصلوا الثلاثة إلى ديتونا بيتش وحجزوا في فندق صغير رخيص على الشاطئ. كانوا مفلسين فعلا، لكن الحظ ابتسم لهم عندما التقوا بجيمس إيرل ميسون. مرحبا يا رفاق، أتينا إلى هنا من أجل تجمع الدراجات. كان لطيفا جدا، بالفعل لطيف. لدي بعض المشروبات في غرفتي. سرعان ما تكونت الفكرة. رأت ليبمان وصديقها أن إيرل يبدو كهدف سهل للسرقة. جيسون، لقد أخبرني جيسون أن ما علي فعله هو كسب وده. إنها صديقة لنا. أصبح لديك الآن بعض الأصدقاء. تذهب معنا؟ أجل. وصف إيرل من قبل البعض بأنه بطيء الاستيعاب وأنه يتناول دواء مضاد للقلق منذ سن العاشرة. لم يكن شخصا غبيا أو شيئا من هذا القبيل، لكنه كان من السهل إقناعه بشيء لأنه كان كريما للغاية. لقد استغلوا ذلك، كان شخصا طيب القلب ونقي السريرة. ما رأيك بالذهاب إلى البركة؟ توجهت المجموعة إلى مسبح الفندق. سيكون الأمر ممتعا. أجل. خلال الساعات القليلة الماضية قاموا بالتسكع واحتساء المشروبات معا، تماشيا مع قيام ليبمان بالتودد لإيرل. تجمع الدراجات. قمت بمحاولات للفت نظره ومثلت أنني أشرب، ولكنني لم أقم بذلك. ظن أنني أصبح ثملة أكثر فأكثر، بل وفي لحظة ما سألني هل صديقاك موافقان على ذلك؟ فأجبته أجل، نحن نقوم بذلك دائما. تحول الجو المرح إلى الأسوأ. جلست على حافة البركة وتظاهر سيد ميسون عدة مرات بأنه سيدفعني إلى البركة وأنا لا أجيد السباحة، وشعرت بالذعر. لا لا. اقترب سيد ميسون ناحيتي من الخلف وقال هيا الجميع يجيد السباحة. ليس مضحكا. لا. دفعني إلى مياه بعمق 4 أمتار وقام جيسون بإخراجي. هل أنت بخير؟ أنا بخير، خائفة فقط، مبللة وأشعر بالبرد. أخبرته أنني لا أجيد السباحة. عندما استعدت وعيي نهضت وقمت بشتمه وقلت حري بي أن أصفعك على وجهك لأجل ما قمت به. أخبرتك أنها لا تجيد السباحة. كاد يقتلني. هل تحاول قتلها؟ استاء إيرل وتشوش، عاد إلى غرفته وتركهم في حالة من الغضب. سنرد على ذلك، اتفقنا؟ قال جيسون إننا سنضربه بشدة ونلقنه درسا. وافق ويل على ذلك فهو شاب، وقال أجل سنلقنه درسا، فلا أحد يفعل ذلك لفتاة. في وقت لاحق من تلك الأمسية جاء إيرل إلى غرفتهم. لقد جاء. ابقوا هادئين. مرحبا. مرحبا. ذهب إلى غرفتهم في وقت لاحق في تلك الأمسية محضرا معه بعض الشراب وأقراص ممنوعة. لم يكن لديه أدنى فكرة أن أصدقائه الجدد على وشك مهاجمته. الثاني 22 من شهر أكتوبر، ديتونا بيتش في فلوريدا. وجدت خوانيتا ليبمان ورفيقاها في جيمس إيرل ميسون صيدا سهلا. بعد خلاف عند بركة الفندق أتى إيرل إلى غرفتهم محاولا التكفير عن خطأه. لم يكن في نية الثلاثة مسامحته بسهولة. إننا نقضي وقتا طيبا. كان الجميع هادئين ويديرون حديثا شيقا. تبعا لتقارير الشرطة كان الأصدقاء الأربعة يحتسون الشراب ويتناولون أقراصا ممنوعة التي أحضرها إيرل، لكن الحفلة على وشك التحول للعنف. أخبرتك أنني لا أجيد السباحة. بعد 10 دقائق أعطى بومان إشارة لماكمن. اعتدل جيسون وأخبر بيل أن يقوم بضربه. نهض بيل وضربه ولم يتوقف الأمر هنا، استمروا بضربه مرارا وتكرارا. عندها تصاعد الأمر وأصبح أكثر سوءا. ناضل إيرل للدفاع عن نفسه لكنهم تغلبوا عليه. ما الذي ستفعله بهذا الوجه؟ أخبرني. قام بيل بضربه وهو على السرير، ثم قام جيسون بسحبه أرضا وداسه بقدميه. لم يكن لدى السيد ميسون فرصة خلال هذا العراك. سرعان ما تدخلت ليبمان في العراك. بدأت خوانيتا ليبمان عند مرحلة ما من العراك بضربه على رأسه بزجاجة شراب إلى أن تحطمت على رأسه. أجل. أمسكت بزجاجة وضربته بها. أستطيع فعل ذلك. كانت نواياي عندما ضربته هي بطرحه أرضا،
لكنني فكرت إنهما يظنان أنني عنيفة مثلهما الآن. بالكاد بقي إيرل وعيا، لكن الجريمة لم تنتهي بعد. لديك خاتم جميل. تبعا للمحققين قام الثلاثة بأخذ خاتمه ومفتاح غرفته. بصقوا على إصبعه لنزع خاتمه منه لأنهم لم يستطيعوا نزعه، إذا قاموا بالبصق عليه ونزعه. ومن ثم أخفوا جثة إيرل. يبدو أنهم سحبوا الفراش عن السرير وغطوه به بحيث لا تمكن ملاحظته فورا عند دخول الغرفة، لكن لازال بالإمكان رؤية قدميه. هيا بسرعة أحضروا أغراضك. بقي بومان في الغرفة بينما صعدت ليبمان مع ماتمن للأعلى. قال جيسون إن علينا الصعود ومعرفة ما تركه في الأعلى، لأنه كان يتبجح بامتلاك الكثير من الأموال والأقراص. لم يعمل مفتاح إيرل، لذا قفز ماتمن عبر النافذة. بقيت ليبمان تراقب خارج الغرفة، وفجأة ظهرت والدة إيرل. مرحبا، هل أساعدك؟ أهلا بك. بوغتت ليبمان، سرعان ما أتت بعذر. قال إنه سينزل ويشاركنا الاحتفال. أعلم أن ابنها ممدد بالأسفل وأنه تعرض لضرب مبرح حقا، لذا شعرت بالذعر. عرفت ديبرا ميسن على الفور أن الأمور ليست على ما يرام. انظري إلى هذا المكان. فتحت الباب ووجدت أغراضنا وقد طالتها يد العبث. يا إلهي. وعندها خرج ويليام ماكمن من غرفة الحمام. ما الذي تفعله في غرفتي؟ أبحث عن ابنك وحسن. أخبرني أنه كان يبحث عن إيرل وأخبرته أنه يكذب. أنا لا أصدقك. قلت لقد اقتحمت غرفتي، سأرميك في السجن وأريد معرفة مكان ابني. سأحضر المدير. خرجت. معذرة سيدي، هل أنت مدير الفندق؟ خلال ترجي ديبرا المديرة لفتح باب الغرفة رقم 5، انضمت ليبمان وماكمن لبومان وهربوا من مسرح الجريمة. عندها دخلت ديبرا الغرفة رقم 5. يا إلهي، ساعدني، اتصل بالنجدة. وجدت ابنها المعتدى عليه بشدة. هل تسمعني؟ أسعف ميسن إلى المستشفى، وشرع المحقق يونغ بتحقيقه. أيمكنك وصف أي أشخاص غير عاديين؟ تحدث يونغ إلى مدير الفندق وسرعان ما عثر على أول دليل. هل لديك أسماء من أقاموا في هذه الغرفة؟ حال ما حصل يونغ من مدير الفندق على أسماء جيسون بومان وويليام ماكمان، أصدرت الشرطة بيانا لوسائل الإعلام المحلية، بينما بقيت هوية المرأة المشتبه بها مجهولة. لم يكونوا من السكان المحليين، وراودتني مخاوف أنهم إذا عادوا لمدينتهم الأم قد لا نعثر عليهم. استنادا إلى إفادة والدة إيرل ديبرا، علم يونغ أن بإمكانه إصدار مذكرة سرقة بحق الرجل الذي اقتحم غرفتها. أعطتنا تلك السرقة سببا لاحتجازهم. ما الذي تفعله في غرفتي؟ علمنا في أعماقنا أنهم مسؤولون عن الاعتداء بالضرب، لكننا كنا بحاجة لهم كي يخبرونا ما دورهم في الاعتداء. شكرا لمجيئك. أحضر يونغ ديبرا لاستعراض سجل صور يتضمن صورا لويليام ماكمن وجيسون بومان. لنرى ما إذا استطعت التعرف عليه. اختارت بالخطأ بومان كمقتحم لغرفتها، وهو خطأ سيكون له عواقب لاحقة. إنه الذي كان في غرفتي يسرق أشيائي. بعد مضي 3 أيام من الاعتداء على إيرل، وصل الثلاثة إلى تكساس وقد اعتقدوا أنهم بمأمن. لكن أثناء القيادة إلى مقاطعة بيسوس في تكساس، شعرت ليبمان بالقلق عندما بدأ شرطي بملاحقتهم. رأيت شرطيا من شرطة الولاية خلفنا في المرآة الخلفية، وأخبرت جيسون أن يخفف السرعة لأنه كان يتبعنا. لقد أصاب حدث ليبمان وأضاء الشرطي الأنوار، ولم يكن أمام بومان إلا التوقف. سبب إيقافنا لكم هي السرعة. اتضح الأمر أنه توقيف مروري اعتيادي. هل لديك رخصة؟ أخبره جيسون أنه لم يكن لديه رخصة قيادة، لكنه كان يقود كوني مصابة بالصرع، وكونه خائف من أن تأتيني نوبة وأنا أقود. وقد رأى بيرل في المقعد الخلفي. لديك رخصة يا صديقي؟ سأله أيمكنني رؤية بطاقتك، وأخبره بيرل أنه أضاعها في المحيط. ماذا عنك سيدتي؟ لديك رخصة؟ أجل سيدي، سألني هل لديك أي بطاقة تعريف؟ قلت أجل، لدي رخصة قيادة. أعطت ليبمان رخصتها، هي تعلم أنه إذا بحث عن اسمها فستظهر تهمة السرقة السابقة في فيرجينيا. عاد إلى السيارة وقال هناك عدة مذكرات توقيف بحقك سيدتي، وقلت أجل سيدي أنا أعي ذلك. لديك مذكرة صادرة عن مقاطعة فيلوشا. ثم قال لجيسون
وأنت مطلوب في جرم سرقة مبنى في مقاطعة فيلوشا. لم يكن لدينا أدنى فكرة أين تقع مقاطعة فيلوشا. انزلي من السيارة. حسناً سأنزل. مقاطعة فيلوشا هي حيث تقع ديتونا بيتش. لم يكن لدى الأصدقاء الثلاثة أدنى فكرة أنها مذكرة سرقة غرفة ديبرا. سيدتي قفي قبالة السيارة واستندي إليها. صدرت المذكرة باسم بومان بسبب خطأ ديبرا عند استعراض سجل الصور. لم تصل التحذيرات الإعلامية إلى سلطات تكساس بعد، لذا أفلت ماكمن. لا شيء بحقك سيدي، أنت حر. حسنا. يضع الشرطي ليبمان وبومان رهن الاعتقال في الوقت نفسه الذي يحتجز فيه بومان وليبمان في مقاطعة بيسوس. لا زال المحقق يونغ يبحث عن هوية الأنثى الجانية. لا فكرة لديه أن المشتبه بهم الثلاثة قد أوقفوا في تكساس. في الصباح التالي مثل كل من ليبمان وبومان أمام القضاء. قررت ولاية فيرجينيا ألا تقوم بالادعاء. في تطور صادم قرر القاضي إطلاق سراح ليبمان. سيطلق سراحك. رفضت ولاية فيرجينيا المجيء واعتقالي. قالوا إن التهمة لم تكن خطيرة كي يأتوا كل هذه المسافة، فقرروا تركي. شعرت بارتياح كبير. بالعودة إلى المستشفى ديبرا تلازم ابنها إذ لا زال فاقدا وعيه. كان على أجهزة الإنعاش ولم يكن حاله جيدا. لا يزال السيد ميسون حيا، وقد خمنا الجرم على أنه اعتداء جسدي شديد. حسنا. يأمل يونغ أن إيريل سيصحو من الغيبوبة وسيتمكن من تحديد هوية المرأة المتورطة في الاعتداء. لكن في 27 من أكتوبر تعرض إيريل لجلطة دماغية وأعلنت وفاته دماغيا. ديبرا أنا آسف، لدي أخبار سيئة. لا، تلقيت اتصالا أفادني بأنهم فصلوه عن أجهزة الإنعاش وأنه توفي. أعلنت تهمة الاعتداء الجسدي الشديد كجريمة قتل رسمية الآن. كانت قضية بالغة الأهمية وشعرت بالكثير من الضغوط عندها. أجل، أيكفي هذا؟ منحوني يوما وليلة أخرى معه لتوديعه. تبرعنا بأعضائه وأنقذنا حياة ثلاثة أشخاص، الأمر الذي يجعلني فخورة به. أصيبت ديبرا بالانهيار. كانت تناشدنا للقيام بكل ما نستطيعه لإيجاد الأشخاص المسؤولين عن موت ابنها. بالعودة إلى مقاطعة بيسوس، الحرية غير المتوقعة لليبمان تركتها وحيدة من دون مكان تذهب إليه. قضيت الليلة في محطة الحافلات، لم يكن لدي سترة وكان الجو باردا جدا. أنستي هل أنت بخير؟ أشعر بالبرد وليس لدي سترة. كنت أشعر بالذعر ورغبت بالذهاب إلى المنزل. هل يمكن أن أقوم باتصال هاتفي؟ بالتأكيد، هنالك هاتف في مكتبي. حسنا. ثمة شخص وحيد تأمن ليبمان الاتصال به، والدتها. مرحبا أمي. لطالما كانت أمي سندا لي بغض النظر عما إذا كان ما فعلته صحيحا أم خطأ. كانت أمي هناك دائما من أجلي. هناك محطة تحويل أموال، أرسلت لي 150 دولارا. شكرا أمي. استخدمت ليبمان الأموال لشراء تذكرة عودة بالحافلة. كانت هنا للتو، لكن مسؤول النقل ارتاب منها. وبينما كانت ليبمان تنتظر حافلتها قام بالاتصال بالسلطات. حضرت السلطات المحلية متخذة كافة الاحتياطات اللازمة بالرغم من عدم معرفتهم أنهم يحيطون بمجرمة هاربة مطلوبة لجرم قتل. هل نفد حظ خوانيتا ليبمان للتو؟ 30 من أكتوبر للعام 2007، مقاطعة بيسوس في تكساس. كانت تجلس هناك. حضرت السلطات المحلية في أثر خوانيتا ليبمان وهي مجرمة هاربة مطلوبة بجرم اعتداء مميت على جيمس إيرل ميسون. إلا أنهم تأخروا كثيرا. ركبت ليبمان الحافلة إلى فيرجينيا إلى أمان منزل والدتها. بالعودة إلى ديتونا بيتش، لا زال المحقق يونغ يحاول تحديد هوية المرأة المعتدية. وفي النهاية حلفه الحظ. شاهد ماكمان في الأخبار أنه مطلوب للاستجواب، وللمفاجأة ذهب إلى قسم الشرطة لمعرفة السبب. تلقينا اتصالا من محقق في تينيسي يفيد بأن ويليام ماكمان حضر إليهم ويريد أن يعرف بالضبط سبب ورود اسمه وصورته في الأخبار. كان برفقة أخيه جاسون بومان. باء واو ميم ألف نون. أقر بأنه كان هنا في ديتونا بيتش مع جاسون بومان وامرأة تحمل اسم خوانيتا ليبمان. شكرا لك. بحصولي على اسم ليبمان، اكتشف المحقق يونغ أن سلطات تكساس وضعت ليبمان رهن الاعتقال، لكنهم أطلقوا سراحها منذ يومين فقط. أطلقوا سراحها؟ لا أعتقد أن سلطات تكساس علمت أننا كنا نبحث عنها في ذلك الوقت، ولهذا أطلقوا سراحها. أطلق سراحك اليوم.
عندما علمت أنهم أطلقوا سلاح خوانيتا وأخلوا سبيلها وأنهم لم يسجنوا ماكمن، شعرت بالانزعاج. أخبروني أنهم سيمسكون به وأنها مسألة وقت فحسب. إن أردت المجيء لإحضاره أو التحدث إليه، الخطوة المقبلة هي استجواب جيسون بومان في تكساس وويليام ماكمن. سأتي إلى هناك، يتوجب ذلك. أخبر يونغ سلطات تينيسي أن يبقوا ماكمن رهن الاعتقال لغاية وصوله. في اليوم التالي توجه يونغ إلى مقاطعة بيسوس في تكساس، حيث كان بومان رهن الاعتقال منذ التوقيف المروري. عندما سافرنا إلى تكساس بدأ الأمر وكأن وقت المواجهة قد حان، فلن نغادر تكساس من دون اعتراف كامل عن جريمة القتل هذه. أحضر جيسون بومان ليجلس معنا ونقوم باستجوابه. إذن أخبرته زوجته أن السيد ماسون قد توفي نتيجة الاعتداء بالضرب. نعلم كل ما حدث، أريد سماع الأمر منك. هل وشى صديقي بي؟ بدأ على الفور بإخبار قصته، لكنه كان يحاول التقليل من دوره في عملية الضرب. ما أحاول قوله هو أنني لم أقتل أحدا، لم أقم بشيء، سأخبرك بما حدث. نجحت الخطة، انهار بومان واعترف في النهاية بالجريمة. حسنا، بيل تسبب بالأذى. خلال استجوابه أخبرنا أن ويليام ماكمن وخوانيت طليبمان كانوا جميعا مسؤولين عن الضرب المميت لجيمس ميسون. في تينيسي ساهم المشرف على يونغ الرقيب بول بارنات في التحقيق وقام بمواجهة ويليام ماكمن. لدينا قصة مغايرة من الطرف الآخر. استمر بإنكار ما حدث فعليا إلى أن حصلنا على الحقيقة منه وتمكننا من إصدار مذكرة اعتقال بحقه. لم أكن طرفا في قتله، هما من قام بذلك. اتهم بومان وماكمن بالقتل من الدرجة الثانية. يواجه المحققون الآن تحديا في الإيقاع بالمشتبه به الثالث، خوانيتا ليبمان. كنت مستاءة لأنني أعلم أنهم قتلوا ابني وأنها لازالت طليقة. كانت إخوانيتا ليبمان الجزء الأخير من الأحجية، وقد أردنا أن نريح عائلة جيمس إيرل ميسون. كانت مهمتي هي الإمساك بثلاثتهم للمسؤول أمام العدالة. في تلك الأثناء وصلت ليبمان بأمان إلى منزل أمها في أرارات في فيرجينيا، وهي قرية ريفية قرب حدود كارولاينا الشمالية. كنت بغاية السعادة لرؤية أمي. صغيرتي، لحظت بالبكاء، احتضنتها وبكيت لمدة طويلة. أحب أمي، تجمعنا علاقة قوية جدا. قلت لها لا أعرف ما الذي سأفعله يا أمي. من الأفضل أن تدخل المنزل. استرخت ووضعت رأسها في حضني وبكت وصرخت. هذا سيء جدا أمي. سألتها قائلة، خوانيتا أخبريني، أخبريني الآن، هل لك علاقة بهذا؟ قالت لا أدري، كيف سأخبرك بهذا؟ قالت لقد قمت بضربه، لكن الأمر بأكمله كان استعراضا لجعل جيسون يظن أنني عنيفة. أبدا. في الصباح التالي كانت ليبمان تقرأ الصحف، حدقت بالصفحة الأمامية غير مصدقة. أمي، كانت صورتي على الصفحة الأمامية للصحيفة. أمي، أمي، لا لا، لم أعلم ما علي فعله، كنت مذعورة للغاية، فالصورة كبيرة. آه يا إلهي. وكان مكتوبا أنني مطلوبة لطلوعي في جرم قتل. كنت فزعة. فهذا الرجل ليس ميتا، لما يقولون جريمة قتل؟ هو ليس ميتا. ذعرت بعدها لأنني عرفت أن الرجل قد توفي. أمي، علي رحيل من هنا، علي المغادرة. تحدثنا بشأن الأمر وقالت أمي افعلي ما يتوجب عليك فعله. أخبرتها أنني لن أسلم نفسي. عزيزتي، عزيزتي، فلو قمت بذلك فسأذهب للسجن بقية حياتي، لذا قررت عندها الهروب. عزيزتي، كوني حذرة. حجزت ليبمان في فندق في ماونت إيري في كارولاينا الشمالية، وهي بلدة تبعد 16 كيلومترا عن منزل أمها. أقمت في العديد من الفنادق المختلفة في ماونت إيري، أربعة منها حالتها سيئة، ولكنني كنت أنزل بها لأنهم لا يطلبون الكثير من الثبوتيات. عمدت إلى حجز غرف بأسماء وهمية. اتصلت بالطبع بأمي وأخبرتها بمكاني. أنا بخير، أعلم ذلك. من أجل المعيشة اعتمدت على تحرير شيكات من غير رصيد. $40 هو الدين. مضى أسبوعان على الاعتداء المميت على جيمس إيرل ميسون. بالعودة إلى ديتونا بيتش، أنشأ المحقق يونغ ملفاً لليبمان. بالنظر إلى تاريخها يتبين أنها لن تمكث في مكان واحد لمدة طويلة، ربما تذهب إلى فيرجينيا لمدة قصيرة ومن ثم ستقضي بعض الوقت في كارولاينا الشمالية، يليها بعض الوقت في تينيسي.
عثرت على رقم والدتها. أجل اتصالاتك وستحصل على ما تبحث عنه. واتصلت بوالدتها. اتصل المحقق يونغ وسأل عن خوانيتا. أخبرته بالطبع أنها ليست هنا. لم أرها، هي ليست هنا. نريد التحدث إليها. قلت له إن تحدثت إليها هل جعلتها تتحدث إلي؟ ستعلمني صحيح؟ فقال بالتأكيد. بدأ أنها تشعر بالقلق حيال مكان ابنتها، الأمر الذي قادني إلى الاعتقاد بأنها ربما لا تعرف حقا أين هو مكانها. إذن سأنتظر سماع الأخبار منك. شكرا لك. استمر المحقق يونغ بالاتصال بأمي، ولم أرغب بالاستمرار في وضعها بموقف تكذب فيه، لذا قررت الاتصال به بنفسي. في 20 نوفمبر اتصلت ليبمان بالمحقق يونغ باستخدام هاتف مسبق الدفع لا يمكن تعقبه. المحقق يونغ يتكلم. خلال المحادثة المسجلة ادعت ليبمان أنها لم تلمس إيرل أبدا. لا علاقة لي بمقتل هذا الرجل، لأنني عندما غادرت الغرفة كان الرجل حيا. أيمكنك الحضور للتحدث؟ رغم معرفته بأنها تكذب، كانت غايته الأساسية هي إقناعها بتسليم نفسها. كان بحال جيدة عندما غادرت. في نهاية المحادثة وعدت ليبمان يونغ أنها ستتصل في اليوم التالي. انتظر بقرب هاتفه يوما بعد يوم. في 4 ديسمبر وبعد أسبوعين عاودت ليبمان الاتصال وتركت رسالة صوتية. المحقق يونغ؟ كشفت رسالتها عن دليل هام، إذ لمحت هفوة إلى أنها في كارولاينا الشمالية. عدت وبدأت نظر في التسجيلات السابقة. اكتشف يونغ أن لدى ليبمان إدانات واعتقالات سابقة في ماونت إيري في كارولاينا الشمالية، وطلب المساعدة من السلطات القانونية المحلية. سأحتاجكم في بعض الأشياء. قاموا بإحداث ضجة إعلامية لحث السكان المحليين على التنبه لليبمان. علمت ليبمان أن الشرطة في أثرها. استمرت بالتنقل مختبئة في فنادق محلية ومنازل أصدقاء أو في منزل أمها، حرصت على أن لا تبقى في مكان واحد لفترة طويلة. لكن مع كل يوم يمر أصبحت ليبمان مذعورة أكثر فأكثر، وفي حالتها يمكن للخوف أن يثير نوبات الصرع. في إحدى الليالي كانت ليبمان تشاهد التلفاز في غرفتها بالفندق، وفجأة انتابها شعور مخيف لكنه مألوف. كانت ثمة ألوان تصدر عن التلفاز، وبدأت الألوان بالوميض، وأثار ذلك بعض الأشياء لدي. لم أستطع إبعاد نفسي عن التلفاز، وتسبب ذلك لي بنوبة صرع. صحوت وأنا أشعر بتوعك شديد، وعندها طلبت سيارة أجرة وذهبت إلى المستشفى. هل استدعى أحدكم سيارة أجرة رجاء؟ هرعت إلى مستشفى محلي في ماونت إيري. عندما سجلت دخولها انتابها خوف شديد. كان الناس في ماونت إيري في كارولاينا الشمالية، وأولئك الذين في المستشفى يعرفونني، ولم أجد بدا من إعطائهم اسمي الحقيقي. علمت ليبمان أن أحدهم قد يسلمها للشرطة في أي لحظة. دخلت خوانيتا ليبمان إلى المستشفى الذي أعمل فيه. ديسمبر من العام 2007، ماونت إيري في كارولاينا الشمالية. استندي إلى السيارة. خوانيتا ليبمان مستمرة في الهروب لأكثر من شهر منذ اشتراكها في اعتداء الضرب المميت على سائح في ديتونا بيتش في فلوريدا. دخلت إلى مستشفى محلي بعد معاناة من نوبة صرع في غرفتها بالفندق. ما هو اسمك لندخلك إلى إحدى الغرف؟ ليبمان. تفضلي من هنا. دخلت خوانيتا ليبمان إلى المستشفى الذي أعمل فيه. أنا متأكدة أنها هي، تشبهها تماما. في المستشفى لاحظت ليبمان عدة رجال شرطة يتحدثون إلى طبيبها. قلت لنفسي يا إلهي لقد بلغوا السلطات عني، لقد تذكروا أن صورتي ظهرت في الصحيفة، وقلت إنني سأذهب للسجن، لذا علي المغادرة. طلبت من الممرضة الذهاب إلى الحمام. إنها هناك. سحبت الحقنة الوريدية من ذراعي. دخلت إلى الحمام واستعود حالا. غادرت المستشفى لأنني كنت خائفة. كان الأمر وشيكا مرة أخرى، ومجددا تمكنت ليبمان من الهرب. أين ذهبت؟ ذهبت في هذا الاتجاه. مرحبا. اتصلت بأمي بعد مغادرة المستشفى وأخبرتها بأنني أعتقد أنه علي الذهاب فعلا. أخبرتها أن الشرطة كانت على مقربة مني منذ بضع دقائق، وأنني متأكدة أن أحدا ما قد بلغ عني، إذا فكرت أنه علي الخروج من البلدة الآن.
على بعد 950 كيلومترا في فلوريدا. علم المحقق يونغ أن ليبمان هربت في كارولاينا الشمالية. كانت نقطة جيدة أننا تمكننا من إرسال معلومات عنها إلى كارولاينا الشمالية مرفقة بصورة لها وكل معلوماتها، لكني أعتقد أنها في وقت ما قد رأت صورتها على التلفاز فأدى ذلك بالنتيجة إلى تواريها مجددا. يونغ عازم على المضي دون تردد. عوده شكه الأولي بأن والدة ليبمان تعلم أشياء أكثر مما تفصح عنه، لكن سبيل الشرطة الوحيد لاستصدار مذكرة تفتيش لمنزل شيرلي هو رؤية ليبمان. قسم شرطة مقاطعة باتريك. أرسل يونغ رجال شرطة محليين من مقاطعة باتريك في فيرجينيا إلى المنزل. أهلا بكما، حضر شرطيان من مقاطعة باتريك البحث عنه. نبحث عن إخوانيتا. عندما فتحت الباب وجدتهما دعوتهما للدخول والتفتيش. بإمكانكما النظر إن كنتما لا تصدقانني. لا حاجة لمذكرة تفتيش، ادخلا، تفضلا بالدخول. رغم أن البحث لم يثمر عن شيء، استمرت الشرطة المحلية في المراقبة خارج المنزل. مكثت شرطة مقاطعة باتريك خارج المنزل لبعض الوقت على أمل مشاهدة خوانيتا، لكن ذلك لم يحدث. لذا بدأت التساؤل، إذا كنا سنمسك بها فمتى سيحدث ذلك؟ أخبروني أنهم سيمسكون بها وأن الأمر مسألة وقت فحسب. وضع اسمها على لائحة أبرز المطلوبين في أمريكا، وكانوا يبحثون عنها في كل مكان. استمرت ليبمان في الهروب من الشرطة، لكن ليس بعيدا، فهي على بعد أقل من 160 كيلومترا في سيارة مستأجرة متجهة غربا، لكنها لم تبتعد كثيرا. غيرت رأيي وقمت بالاستدارة والعودة، فأمي هي ملاذي الآمن ولا زالت كذلك، فأنا مقربة جدا منها. تأكدت ليبمان من أن منزل أمها لم يعد مراقبا وقامت بالرجوع إليه. مرحبا أمي، كيف حالك؟ قررت البقاء بجانب أمها رغم المخاطرة. أنا متوترة، ربما نسوا ذلك. لكن عليها وضع خطة جديدة بسرعة. لم أردها أن تذهب إلى فلوريدا وأن تسلم نفسها، إنها بالتأكيد غريزة الأمومة لدي التي تجعلني أرغب بحمايتها. إنها ابنتي، ابنتي الوحيدة، وسأحبها من دون شروط. لا أعلم يا أمي. مع إقناع شيرلي لليبمان بالبقاء، أخذ التحقيق منحا مختلفا. اكتشف المحقق يونغ أن ليبمان تعاني من الصرع وتأخذ دواء لذلك. قام بتعقب الصيدلية حيث تقوم بصرف وصفات دوائها. هل لديك مريضة تدعى خوانيتا ليبمان ستقوم بصرف وصفة؟ حالفه الحظ، فمن المخطط أن تصرف ليبمان دواءها خلال بضعة أيام. وضعنا خطة قد تمكننا من الإمساك بها عند صرفها لوصفة الدواء. أصدر يونغ تعليمات للصيدلية للاتصال بالسلطات القانونية عندما يأتي أحد لأخذ دواء ليبمان. السلطات المحلية تسرع الآن إلى الصيدلية آملة الإيقاع بليبمان خلال صرفها لوصفة الدواء. سيارة المشتبه بها أمام الصيدلية. ذهبت إلى الصيدلية. إنها قادمة بهذا الاتجاه. إنها على مرأى منا. أخبرت السيدة أنني جئت لصرف وصفة الدواء لإخوانك ليبمان. اتصلت هذا الصباح. انتظري دقيقة. حسناً. أخبرتني أنها ستستغرق دقيقة. لاحظت أن الأمر استغرق أكثر بقليل مما يستغرقه عادة. استعدوا. المشتبه بها أمامنا. سرعان ما أصبحت شيرلي محاصرة بشرطة. ضع يديك على الغطاء. سرعان ما عرفت الأمر. ضع يديك على غطاء السيارة. ظهروا وكان علي الوقوف ويدي على السيارة، وحاولة الإمساك بخزان الأكسجين، ووضع يدي على السيارة بينما ينظر في بطاقتي. تمسكون بالشخص الخطأ. عرف أولئك الأشخاص من سني أنني لست خوانيتا. لا أعرف مكانها. صرخت بهم وأخبرتهم أنهم مخطئون، فأنا تشارلي. صرفت دواءها كي يكون جاهزا عندما تحضر. لم يكن بإمكانهم فعل شيء دي. شكرا لك. لا بأس. جاءت خطة الإمساك بليبمان بنتائج عكسية. أمسكتم بالمرأة الخطأ. عند هذه المرحلة علم المحقق يونغ أن عليهم إحضار وسيلة أخرى. حان الوقت للاتصال بإدارة المارشالات. قامت إدارة المارشالات بإجراء مراقبة دورية على منزل شيرلي، كما ثبتوا جهاز تعقب على سيارتها. وبعد أسبوع لم تظهر أي إشارة عن ليبمان، حان الوقت لزيادة المراقبة. لدى عناصر إدارة المارشالات فكرة جيدة بأنها لطالما كانت مرافقة لأمها. ربما نسوا ذلك.
لا يمكنها الابتعاد كثيرا، فهي بحاجة للدواء، وقد شوهدت أمها عند الصيدلية تحضر الدواء لها. لذا فنحن نعتقد أن الأم أخذت الدواء للمنزل من أجل إخوانتها. أخذت إدارة المارشالات قرارا بالتوجه والتحدث للأم ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم دخول المنزل والبحث عن إخوانتها. جاءوا لي 3 مرات للبحث عني، وفي كل مرة كنت هناك في منزل أمي. نبحث عن إخوانيتا. وكانت أمي تخبرهم هي ليست هنا، وكنت أشعر بالخوف. في 15 ديسمبر للعام 2007 حضر أعضاء إدارة المارشالات إلى منزل شيرلي إدواردز. في اليوم الذي أتوا فيه رأيتهم عبر نافذة غرفة النوم. إلهي، إذا توجب علي إخبارها وقلت إنهم هنا. الشرطة؟ قلت لها تعالي معي وأخذتها وخبأتها. هيا ادخلي هنا. لست خجلة من القول إنني خبأتها لأنها ابنتي، ولو أريد رؤيتهم يمسكون بها. هيا هيا. شيرلي واثقة من أنهم لن يعثروا على ابنتها، فذلك مكان مثالي للاختباء. ثمة مكان مفتوح قرب الباب حيث تكدس كل تلك اللوازم الطبية. تبدو الصناديق وكأنها ملتصقة بالجدار، لكنها ليست كذلك فعليا. أمي، دخلت إلى هناك وقامت أمي بدفع الصناديق وكأني لم أكن هناك إطلاقا. أتمنى لي التوفيق. غيرت شيرلي تعابير وجهها. أيمكننا التحدث إليك قليلا؟ حسنا لا بأس. استجوبها أحد عناصر إدارة المارشالات بينما قام الآخر بتفحص الغرفة. لم أرها منذ شهر. لمح بطرف عينه علبة دواء مكتوبا عليها اسم ليبمان، ما أعطاهم الضوء الأخضر للقيام بتفتيش قانوني للغرفة بأكملها. سألته ما الذي تفعله؟ فقال نبحث عن ابنتك. فأخبرته هي ليست هنا. لا أعرف مكان أخوانيتا. كانوا ينظرون خلف كل الأشياء، وكان الرجل الآخر مشغولا بالبحث تحت الأسرة ويبحث في كل مكان يمكنه البحث فيه. كان بإمكاني سماعهم وكنت أتصبب عرقا. كنت خائفة بشدة وكنت أبكي وأشعر بتوتر كبير. كان بإمكاني سماع أمي تخبرهم أنها لا تعرف مكاني إن أمسكوا بي، فسيأخذون أمي إلى السجن. وآلاف الأشياء كانت تجول بذهني. ذعرت شيرلي بمشاهدة أحد الرجال يتوجه إلى الغرفة المشمسة. استمريت بالتفكير، يا إلهي، ربما لم أتصرف بشكل جيد بما يكفي، وأنهم سيعثرون عليها. في الواقع لم أهتم وقتها بما سيفعلونه بي، لأنه لو كان بإمكاني لتبادلنا مواقعنا، فأنا بحاجتها بشدة. فتش الرجل الغرفة المشمسة. لم تستطع ليبمان تصديق ما حدث لاحقا. دخل الغرفة وسار بجانبي فعلا، ثم خرج وقد شعرت بارتياح. لم يرني. أنا بخير، أنا بخير. لكن البحث لم ينتهي بعد. عاد للغرفة، مر بجانبي مرة أخرى ومرة أخرى أيضا. ما الذي يفعله هذا الرجل؟ إنه يزيد توتري. ومن ثم مر بجانبي وتوقف أمام الصندوق تماما. حان توقفه بدأت الصناديق بالتناثر في كل مكان. أرني يديك. وقد أشار مسدسه في وجهي. دعيني أرى يديك. فرفعت يدي وقلت لن أتحرك، أنا أعاني من مشاكل جمة. تحركي من مكانك. بعد 55 يوما من الهرب أمسك المحققون أخيرا بخوانيتا ليبمان. ضع يديك على رأسك. كنت أفكر في ذلك الوقت أنني سأذهب للسجن بقية حياتي، وكنت أفكر في أمي. آسفة يا أمي، وأنني قد لا أراها مرة أخرى. كنت مسرورة للغاية أن الأمر انتهى في النهاية وأنها رهن الاعتقال أخيرا. عندما عرضت قضاياهما على المحكمة وجد كل من خوانيتا ليبمان وجيسون بومان مذنبين في جريمة قتل من الدرجة الأولى، وصدر بحقهما حكمان بالسجن المؤبد. ودين ويليام ماكمن الذي شهد ضد الآخرين بجريمة قتل من الدرجة الثانية وحكم بالسجن 20 عاما. أعتقد أن حقيقة موت السيد ميسون جراء الشراب والأقراص الممنوعة ودفع امرأة في بركة السباحة هو أمر في غاية السخف. لم توجه السلطات القضائية تهما ضد شيرلي إدواردز. يا إلهي، لا أشعر بأي تعاطف نحوهم، لم ولن أتعاطف معهم أبدا. إنها الطريقة التي مات بها وما فعلوه به قبل موته.
لا يمكنني تخيل ما قاساه. تستحق خوانيتا بالتأكيد حكم السجن المؤبد الذي صدر بحقها. في النهاية عرفت ليبمان أنها لم تكن لتتمكن من الهروب أبدا. أعتقد أنني رغبت لا شعوريا بأن يمسكوني. شاهدت العديد من البرامج على التلفاز، ولم أتخيل مطلقا أنني سأكون إحدى هؤلاء الأشخاص.